حكايه شعب وصوره حكاية شعب وعاش دي. اللي قال صباح الخير حكايه شعب دي حكايه شعب دي محافظ. بس هو عمل حاجه لعبد الناصر ما قال في حكايه السد وقال ضربه معلم وما كانش عاوز يقول معلم ما كانش عاوز يقول مش هو حد تاني الاذاعه الاذاعه احنا كنا حريصين ضربه كانت من معلم الكلمه دي كانت في زمن عبد الناصر ما كان ممكن حد يقول معلم على عبد الناصر له هيبه خاصه وما كان مسموحا بذكر اسم الرئيس الا بموافقات خاصه اما عملنا البروفات اتعاملنا مع حذف الجزء ده هو بقى اتفق مع الفرقه من ورانا واحنا على المسرح في اسوان راح رزح وكان ده عبد الناصر قاعد احنا بقى اعتبرنا نفسنا خلاص انتهينا سجلنا خلاص نروح نشوف شغلانه تانية اذا بعبد الناصر بيسقف تسقيف ويشاور له عيد عشان يعيدها اقول لك انه هو في التجربه دي كان بيحاول انه يغير الغنوه الوطنيه الى محاضره بيدي محاضره الحكايه مش مجرد غنوه وطنيه زي لما حول الغنوه الوطنيه من مارش مصر امنا نشيد جرعد مارش عسكري حوله الى غنوه ثورتنا المصريه يا جمال يا حبيب الملايين كل الاغاني اللي عملها دي كان تجربه لان يبقى الغنوه الشعبيه دي والغنوه الوطنيه جزء من حياته.